تحديات العمل في العراق وأثر الإعمار على الاستقرار السياسي في مناطق الصراع كانت أهم محاور المؤتمر الثاني لإعادة إعمار العراق ودول الصراع في المنطقة، الذي أقيم بالتزامن مع المعرض الدولي 12 للبناء والإنشاء والصناعات الهندسية بتنظيم من وزارة الأشغال العامة الأردنية والإسكان ووزارة الطاقة والثروة المعدنية. إعادة الإعمار يجب أن يكون للمقاول العربي والمقاول سواء كان عراقي أو أردني، أنا بحكي بشكل عام. زي ما تفضل الأخوان، هذا له يعني عوامل كثيرة، منها يعني تآلفات بين الشركات، نبذ الأنانية، مش بس كل واحد بس المهم هو بده يحصل على شيء، لا يعني خلينا نكون بيننا وحدة على الأقل، نتوحد في سبيل مصلحتنا، يعني بلاش يكون توحد سياسي، خليه توحد اقتصادي. ناقش المؤتمر على مدى يومين تحديات تمويل إعادة الإعمار والإمكانات التجارية والصناعية في الدول العربية ودورها في إعادة إعمار دول الصراع. هلا إعادة الإعمار رح يكون عبارة عن ورشات عمل ومحاور تعنى بكيفية تحويل الأزمات السياسية والدمار إلى فرص اقتصادية تعود على بلداننا العربية بالنفع إن شاء الله في المستقبل. العراق لا شك مقدم على فترة إن شاء الله بتكون فترة إعمار وازدهار، كل ما يحتاج العراق القليل من الاستقرار، وإن شاء الله في القريب العاجل ينتقل إلى مرحلة البناء في جميع المحافظات بالإضافة إلى محافظة بغداد. بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ومحاولة الربط بين الشركات من أجل تفعيل الاقتصاد أهم ما أوصى به المؤتمر. للشرقية نيوز، ميسم سعدي، عمان.